طيب اعتقد ان كل الناس اللي بتتابع جيدا السوشيال ميديا هتلاقي نفسها قرت عن خبر او عن مشروع كايرو بايك. ايه المشروع ده؟ هذا المشروع هو مشروع اطلقته محافظه القاهره، بيتيح للمواطنين انهم يستخدموا الدراجه كوسيله للتنقل في وسط البلد، وبالفعل تم تنفيذ 5 محطات للدراجات في ميادين التحرير، محمد فريد، عبد المنعم رياض، كمان شارع الفلكي وشارع عبد الخالق. خلينا نتابع مع حضراتكم ايه هو مشروع كايرو بايك ونرجع مره ثانيه. كل 15 يوم بتتفضل عندنا، بتحط العجلة في اي محطة وبتستخدم عجلة غيرها لان بيعيد اعادة صيانة. ده واحد. اتنين، لو حصل معاك اي اعطال في الطريق، كاوتش، مشكلة في العجلة، اي حاجة، بتتصل بالخط الساخن وانت واقف مكانك وانت عطلان، بيجيلك عربية الصيانة بتديك عجلة غيرها وبتاخد العجلة اللي فيها مشكلة وبتعملها احنا.